السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب، إن شاء الله ابتداء من يوم غد والأيام القادمة سوف نعطيكم آخر التفاصيل إن شاء الله. فلا تنسوا، بارك الله فيكم، دعما بلايك والاشتراك في القناة، شكرا لكم. ويتوقع يوم غد إن شاء الله احتمال أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة. خلال يوم الثلاثاء كذلك أجواء مستقرة، سنرى كذلك هل يرتفع يبتعد هذا المرتفع الجوي، فتحنا المجال لدخول بعض الاضطرابات الجوية خلال الأيام القادمة. بالنسبة لتوقعات يوم السبت، دخول أمطار خير وبركة على المرتفعات على كيكو ميدلت وخنيفرة وكذلك بني ملال وتازة وفاس وتبنت ومراكش، أمطار رعدية لكن تبقى ضعيفة ومن فوق المرتفعات الأطلس. بالنسبة لتوقعات كذلك يوم الأحد، أجواء مستقرة إلى قلة في معظم مناطق المملكة ومرتفع جوي قوي سيؤدي لارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة خلال يوم الأحد والاثنين. يوم الثلاثاء وكذلك الأربعاء يتوقع بإذن الله أن تستمر الأجواء المستقرة إلى قلة في معظم مناطق المملكة، والعلم لله.